عليك. الله يهون عليك. الله يهون عزيزي. ايش دراك؟ هدي شوي شوي. الله. اي اي ذكري يلا. الله يسهلها ان شاء الله. اي ذكري يلا. الله يسهلها. الله يسهلها ان شاء الله. لا تصرخين يما، لا تصرخين. لا تصرخين، بس هدي عبادي. بحتني. يا رب. الله يسهل عليك. لا اله الا الله. عفستنا من صدقكم جايين؟ ليش مكلفين على عمركم؟ ما له داعي. لا يبا احنا مو جايين عشانكم، انا اختي تولد داخل. ويش هالصدفه؟ كنهم موقتينها ها؟ ايه والله. عزيزه دشت علينا بقوه. هذا انت قلتيها صدفه، الله يسهل عليهم ان شاء الله. الله يسهل عليهم. هاي ما يسوى علينا هالعرس، احس راسي بينبط وجسمي متكسر، والحين هذه افا عليك. انا الحين اسوي لك مساج، كل العوار اللي براسك راح يختفي. انا ما افهم هذه شنو شغلتها بالضبط؟ انت شنو شغلتك؟ تبيعين دراريع، تسوي قهوه، حسابات، الحين مساج، شنو انت؟ ترى أنا أحسن وحدة تسوي مساج، كنت معروفة بالسوق كله، كل ما أحد يبي مساج يدق علي. بس شو أسوي يا أختك؟ سبع صنايع والبخت ضايع. هاي تسوي لي عندي شعر. الله يخليك تفتي هالشعر. خلص خلص ما شفتيني نتفتي شعري. تعالي ما تعالي ما عندك، تعالي خليهم. شو عليك شو؟ الله يسهل عليهم يا رب. يلا يلا يلا. ما يردون. ترى ذبحتينا انت. شنو اختك اول وحده بتولد يعني ولا شنو؟ انا قاعده احاتيها اخاف صار فيها شيء. بعد ادري انا وخواتي حطنا عوي. لا والله ايش قصدك؟ يعني انا وجهي فقر عليك؟ انت ايش فيك؟ ليش قاعد تفسر الامور على كيفك؟ زين خلاص بس بس اذا في شيء امك بتكلمش. قعدي قعدي يا برود اعصابك. هذا منو بعد؟ ليش ما يردون؟